سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ كديرين؟ ماشي برد؟ لاباس. اليوم جيتكم بواحد الوصفه ديال الطاجين. يلا نبداو على بركه الله. نهزو شويه ديال المليحه، تنعاودو نكرر الملح على حسب الذوق ديال كل واحد. تنهزو الخرقوم، تنديرو البزار، تنديرو سكينجبير، نزيدو شوية الماء دافي. كنغسلوها ضروري باش كنديروها. اي حاجه استعملناها كنردو لبلاصتها باش يبقى لنا كوزينتنا كلها. ونحن نزيد الثومة، ضروري الثومة كنقشروها، نديرو الثومة ديالنا. سمحوا لي على صداع، ولكن نلبس غير إلا ضروري نخبط، إلا ما خبط ما دار والو. اش غنديرو؟ هنا حنا نوطي الصغار ملكي زين الدار. بعد ما نعم برد كنخرجو الطواجن والقطنيات شي بحال صغير، ونديرو التومة ديالنا. كنطيبو الطاجين ديالنا. في الأول كنديرو بعافية ديال المعجنة لي كنديرو في المريقة ديالنا، ونبداو نقلبو فيها. كنطيبو، كنديرو في الأول الما باش العطرية ديالنا متحرق ليناش. قبل ما تشرب يشرب لينا الدجاج شوية العطرية، عاد كنزيدو زيت البلدية والروية. كاين شي بغينا نصبغو بالبلدية، أنا كندير تاغونية. كاين عاود تاني ما كيدير والو، تنخرج الزيت البلدية. نخليهم يتقلى ونرجعو معاكم عاود تاني. احنا رجعنا معاكم الدريات، نقلبو الدجاج ديالنا. الريحة طالعة، يا سلام. قزبور زدت غير قبيلة واحد شوية ديال القزبور، هنايا نقدو اللحمة ديالنا ونستفوها في الطاجين. هنايا نقدو كل حاجة بلاصتها، صافي. غنبدا نزيدو البصلة، حتى منساوش واحد العصيرة ديال الحامض ضرورية، ضروري مسروحة حامضة لي غير بس حامضة. صافي، أو تنبداو نقطعو البصيرة ديالنا. لي بغاها يديرها هكا يا مشنفة يديرها، لي بغا يديرها مدورة يديرها، داكشي تيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد. أنا هنايا غادي نشنفها، باش نفهم شنو في رقيق. صافي كنسالي، وصافي كنبدا نسترو الخضرة ديالنا. الخضرة ديالنا على حسب اللي موجود عندك، وعلى حسب شنو اللي تيبغيو ولادك ولا داركم اللي تيبغيو ياكلو.
انا اليوم درت بطاطا، جوج قريعات، جوج خيزو تاع حسب الدراري ولادي، وهذا والشيفلور القيته ديالو. هادي الجلبانه كانت عندي وقت سالات، هي كتجفن في الطاجين، وبصح واحد يخضر اللي بغا. لو برانسيب هو العطريه ديال الدجاج، وكل واحد كيتي ينصب الطاجين ديالو. المهم وريتكم انا الطريقه ديالي اللي ورتها ليا ماما الله يخليها ليا، واللي داق ما كلتها راه شي يهضر عليها ضروري. ما قلت ماما لا يعلى عليها شهادة الجميع. صافي دابا غنشوفو بصالة ديالتنا، ومن موراها نزكيو الطاجين، نزكيو الخضرة في الطاجين، وهانتوما معنا تشوفو الشكل ديال الطاجين اللي زكينا فيه، ملي غنزكيو فيه الخضرة. شنو في البصيرة؟ هو انا منتي كتقادي، درت انا غير جوج بصيرات صغارات، اللي بغا يدير وحده كبيره يدير وحده كبيره. المهم على حسب اللحم، على حسب افراد الاسره شحال نتوما، هو اللي تيحدد دائما الكميه، ندير الكميه ديال الحاجه. والبرد هذا راه معروف على الناس ياكلو بزاف، ماشي بحال الصيف ضروري تيكون البرد زايد الغيزات واحد الشويه. يلا ملي غنصف الطاجين وغنرجع معكم. جيت دابا نصف معكم الخضره، كنصبقو خيزو هو الاول. انا هادشي تنقول للدريات اللي يلاه باديات في الكوزينه، اما العيالات الكبارات راه تبارك الله عليهم منو كنتعلمو. كندير خيزو هو الاول، قول لي الدريات شكون اللي كتلقى المعاناه باش تحيد داك اللب ديال الخيزو؟ راه ما كاينش شي وحده ما كيطراش ليا القضيه ديال الدخلانيه ديال الخيزو ما كتعرفش تحيدو، يا كيتهرس ليها خيزو يا ما كتعرفش. انا بزز 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 باش عرفت ليه، باش عرفت نحيدو. اللي كتلقى هاد المعاناه تكتبها ليا في لي كومونتير. كنظن قلنا راه كاين بزاف من الدريات اللي ما تعرفوش تحيدوه، نحيدوه من الداخل. هيا كاس الطريقه كتبنا غير شويه ديال الصبر شويه، وصافي ملي كتعود على الحاجه صافي كتولي ديك ساهله. وديما باش الطاجين يجيكم زوين الدريات، ديما كنغلي الماء في المقراش، واش نخليه هو باش كنمرق. ونصيحه واحده اخرى، ما نديرش الماء، يعني كندير الماء في الاول الماء الكافي ديالي، تنجهد البوطا اغنى اون فوا غير اغنى الطاجين ديالي، كنقص على الحد وكنخليه يطيب. العافيه بالجهد، ماشي شي هي شي هي كلشي. اللي تيخلي الحاجه تجي زوينه هي الحاجه بشويه بشويه، وكيطيب من الداخل وكيجي هو هذاك حتى المريقه ديالو كلشي كيتلقى. وصلا كتلقى الماء ديالها، الخضره كتلقى الماء ديالها، ما كتحتاجش تبقاي تزيد يكون نيبه الماء، حيت داك كثرت الماء هو اللي يبسل لينا الطاجين. يعني غير يطيب داك الخطيره ديال داك الماء ديال الخطيره ديالو صافي. هنا كندير قريعه، الدري عندي صغيور، كندير ليه قريعه قريعه وخزو حتى باش الدراري الصغار يولفو يولفو الخضره، ياكلوها في صوبة، ياكلوها في طاجين بحال هكا، وحنا ما نبزوش عليهم. شوفوا الحاجه اللي كيبغيو، ما عرفوا نديروا لهم بالطريقه اللي بغيوها هما، اللي تعجبو ويبغيو ياكلوها. فاحنا غادي بحال هكا كنصفو الطاجين ديالنا. طريقة تقطع الخضرة كل واحد كيتحكم فيها على حسب المنطقة ديال فين كاين هو، كل ركلة المغرب غنية،
غادي بالطاج من كل مدينة كل مدينة كيتيبيو لي حنا بحكم انا شلحة طاجين الا ما كانش القوبب راه ما كاين والو لا ما كانش الطاجين واقف في الفوق راه ما كاين حتى حاجه ضروري من الخضره الخضره كيجي فن كتب لك زويته بلديه فوق المجبر يا سلام كنفكر الدار الحمام ملي كانت تصايب لينا الطاجين يعني فن راه الجمر ديال الخبز اللي طيبات الله يرحمها كان الطاجين تيجي يا سلام متشبوش منه لا وحنا كنحاولو نتمشاو مع الوقت ومتطلبات الوقت الياس وحنا كنتو بطاطا المهم كتقطعيها تقطع نتيا اللي بغيتي انا هذا هو التقطع اللي كندير كلشي يقطعها على ربعة انا هذا هو التقطع اللي كندير ليها هي مولفة كندير ليها صافي وهذا الشكل كيجي الطاجين ديالي في خضيرة كتستوي الخضيرة ديالك كيف ما حبيتي ها وحنايا ضروري في الوسط كان داك القزبر والمعدنوس اللي درنا في اللون كنزيد الشفور ديالي كما قلت يعني اي وحده اي خضره بغيتي واي حاجه متوفره عندك كديريها صافي سيريتو هذا هو الطاجين ديالنا ديال هذا النهار في الاخر كنزيدو واحد المليحه وبها الماء عندي طيب الطاجين تيغلى يعني كتزيدي غير القياس غير شويه غير القياس غير في الجناب ما كنكبوش على الخضره باش ما نحيدوش منها نكبو على الحب باش ما نحيدوش ليه العطريه ديالو يعني غير في الجناب غير الجناب صافي كنسدو عليه كنخليو غير اون فوا غير يغلى يطلع في الغليه ديالو صافي وتنقصو عليه البوطه Thank you.